بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد. هذه الحصة سنخصصها لأنشطة الدعم والتثبيت لاستثمار وتقوية تعلماتكم، وذلك لفائدة تلاميذ السنة الثانية من تعليم الثانوي الإعدادي. هذه الحصة سنخصصها لمكون الجغرافية، وبالضبط سنركز على ثلاث دروس وهم سكان المغرب دراسة ديموغرافية درس رقم 7 في الكتاب المدرسي، ثم هناك تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب وهو الدرس رقم 8 في الكتاب المدرسي، ثم أخيرا تنظيم المجال الصناعي بالمغرب الذي يحتل الرتبة 9 في الكتاب المدرسي. سنحاول في هذه أو في هذه الحصة أن نشتغل على مجموعة من الوضعيات. أول وضعية سنحاول أن نشتغل على جدول، هذا الجدول يتعلق بالوضعية الديموغرافية بالمغرب. بين أيدينا وثيقة تحت عنوان جدول تطور نسبة الولادات والوفيات في المغرب بين 2011 و1980. من خلال هذه الوثيقة سنحاول أن ندعم ونثبت مجموعة من المهارات التي تعرفتم عليها في العصر. من بين هذه الأمور، إذن لدينا السؤال الأول يتعلق بأحول الأرقام الخاصة بالولادات والوفيات إلى مبيان إما بالأعمدة أو بالمنحنى. السؤال الثاني سيتعلق بوصف تطور نسبة الولادات والوفيات لنفس السنوات، ثم سنحسب نسبة التزايد الطبيعي لكل سنة، وأخيرا سنفسر هذه النسبة. نبدأ مع أول سؤال وهو تحويل الجدول إلى مبيان، ولكن لاحظنا طلبت منكم أن تحولوا الخانات الخاصة بالولادات والوفيات، يعني أننا لن نحول هناك الخانة الخاصة بالتزايد الطبيعي. تعلمون أن لرسم مبيان سواء كان بالأعمدة أو بالمنحنى أو دائري هناك مجموعة من القواعد يجب احترامها ويجب ضبطها. فالجدول الذي بين أيدينا حولناه إلى مبيان بالأعمدة، ويمكن أن نحوله كذلك بمبيان بالمنحنى. فالمبيان الذي بين أيدينا هو عبارة عن مبيان بالمنحنى، اعتمدنا فيه على العمود على خط عمودي، ثم هنا مثلنا عليه نسبة السكان أو نسبة الولادات والوفيات بالألف، ثم هناك خط أفقي الذي مثلنا عليه السنوات، وكل معطى يعني الولادات قمنا بتمثيلها في عمود خاص وأعطيناها اللون الأحمر، ثم هناك نسبة أو الوفيات أعطينا خصصنا لها عمود خاص وأعطيناه اللون الأزرق ووضعناهم في المفتاح، وفي الأخير نتوصل إلى العنوان. بعدما نقوم برسم هذا المبيان سنقوم الآن بوصف المعطيات الموجودة فيه. السؤال كان فسر أو صف تطور نسبة الولادات والوفيات. إذا لاحظتم أن نسبة الوفيات سنة 1980 وصلت إلى 45 في ألف، وهي نسبة مرتفعة، لكن انتقلت إلى 30 في الألف ثم إلى 21.9 لكي تصل إلى 18.6 سنة 2001، يعني نلاحظ أن هناك تراجع كبير على مستوى الولادات في المغرب ما بين 1980 و2011. إذا عدنا كذلك إلى نسبة الوفيات، نلاحظ أن 1980 كانت لدينا 14 في الألف، انتقلت إلى 7 في الألف ثم إلى 6، وأخيرا سنة 2011 إلى 5.6. نلاحظ كذلك أن هناك تراجع واضح على مستوى نسبة الوفيات في المغرب. إذا كوصف يمكن أن نقول أن المغرب عرفت نسبة الولادات والوفيات في المغرب إذا تراجعا كبيرا ما بين سنتي 1980 إلى 2011.
ننتقل إلى السؤال الثالث والذي كان متعلق بحساب التزايد الطبيعي. كما تعلمون أن التزايد الطبيعي هو الفاو الحاصل بين نسبة الولادات ونسبة الوفيات، يعني أننا نأخذ الولادات وننقص منها الوفيات نحصل على التزايد الطبيعي. لدينا سنة 1980 نضع العملية 45 ناقص 14 تعطينا 31 في الألف. 1990 نضع كذلك العملية 30 ناقص 7 23 في الألف. ثم سنة 2021 فاصلة 9 ناقص 6 تعطينا 15.9، وأخيرا هناك 2011 18.6 الخاصة بالولادات ننقص منها 5.6 للوفيات تعطينا هناك 13 في الألف. إذا تمعنا كذلك العمود الخاص بالتزايد الطبيعي نلاحظ أن هناك تراجع كبير عن مستوى التزايد الطبيعي في المغرب ما بين 1980 إلى 2011. من هنا التساؤل الذي يطرح نفسه، ما هي العوامل المفسرة لتراجع التزايد الطبيعي في المغرب؟ لكي نتعرف على هذه العوامل نشتغل على وضعية جديدة تتعلق بجدول سنميز فيه بين الصحيح والخطأ. إذن السؤال يقول أجب بصحيح أو خطأ واضعا العلامة في الخانة المناسبة. فهناك العوامل المفسرة لتراجع التزايد الطبيعي بالمغرب، فهي إما متعلقة بتأخر سن الزواج أو بالضغط على الموارد الطبيعية أو بتراجع الخصوبة الكلية أو ارتفاع نسبة الولادات ثم الزيادة في استعمال وسائل منع الحمل. نبدأ بالمعطى الأول متعلق بتأخر سن الزواج، فبطبيعة الحال فهي كانت من أهم العوامل التي ساهمت في هذا التراجع وبالتالي فهو صحيح. ثم هناك الضغط على الموارد الطبيعية، إذا نعتقد أن هذا المعطى لا علاقة له بالتزايد الطبيعي. ثم ننتقل إلى المعطى الثالث تراجع الخصوبة الكلية، وكما تعرفتم على أن الخصوبة الكلية هي عدد المواليد الأحياء لكل امرأة خلال حياتها الإنجابية التي انتقلت من 6 أطفال إلى أقل من طفلين اليوم، فكذلك هي من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الخصوبة الكلية وبالتالي فهي صحيح. المعطى الرابع ارتفاع نسبة الولادات، إذا كانت الولادات مرتفعة فلن تؤدي إلى ارتفاع أو إلى تراجع التزايد الطبيعي، وهذا المعطى هو خطأ. المعطى الخامس المرتبط بالزيادة في استعمال وسائل منع الحمل أو في إطار ما يسمى بتنظيم الأسرة، فكذلك هذا من أهم المعطيات أو من أهم العوامل التي ساهمت في تراجع الزيادة السكانية في المغرب. بعد ما تعرفنا على الوضعية الديموغرافية في المغرب على مستوى تزايد السكان، ننتقل إلى معطى آخر مرتبط بحركة السكان على مستوى المجال. فكما تعلمون أن سكان المغرب يعرفون هجرات، ويمكن تقسيم هذه الهجرات كما تعرفتم عليها خلال الدرس أنها تنقسم إلى قسمين، هناك الهجرة الداخلية وكذلك هناك الهجرة الخارجية. على مستوى الهجرة الداخلية نعرف أنها عرفت مجموعة أو تعرف مجموعة من الاتجاهات. الاتجاه الأول يسمى بالهجرة القروية التي تكون من القرى نحو المدن. النوع الثاني يسمى بالهجرة العكسية وهي التي تكون من المدن نحو القرى. الاتجاه الثالث تكون بي مدارية، يعني تكون بين من مدينة إلى أخرى مثلا من طنجة إلى الدار البيضاء. ثم النوع أو الاتجاه الرابع بي قروية، قد تكون من جماعة قروية إلى جماعة قروية أخرى. الهجرة الداخلية فهي هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع السكان للقيام بهذه الهجرة الداخلية، فهناك مثلا على مستوى الهجرة القروية سنركز عليها لأن هي أكثر حركية في المغرب أو فمن أسباب الهجرة القروية نجد مثلا هناك توالي سنوات الجفاف، فعندما تنحبس الأمطار
فيؤدي هذا إلى هجرة كثيفة من القرى نحو المدن. كذلك هناك مثلا البطالة إذا تؤدي إلى الهجرة الأروية، وكذلك تحسين المستوى المعيشي للسكان إلى غير ذلك من الأسباب. الهجرة كذلك الداخلية لديها عدة انعكاسات خاصة على المجال الحضاري. إذا فكلما ازدادت بشكل كبير الهجرة فتؤدي إلى اكتضاد السكان، مما يساهم في انتشار مجموعة من المشاكل الاجتماعية كالسكن العشوائي، كالبطالة، كالفقر، ضعف التغطية الصحية إلى غير ذلك من المشاكل الاجتماعية. هذا فيما يتعلق بالهجرة الداخلية. ننتقل للحديث عن النوع الثاني من الهجرات، ويتعلق الأمر بالهجرة الخارجية. فكما تعلمون أن الهجرة الخارجية هي انتقال السكان من بلد إلى آخر، مثل مثلا انتقال المغاربة إلى فرنسا أو غيرها من الدول. الهجرة الخارجية في المغرب تعرف بدورها مجموعة من الاتجاهات، فهناك الاتجاه نحو أوروبا بالمرتبة الأولى، فمعظم أو أغلبية المهاجرين الذين يهاجرون خارج المغرب يتجهون صوب فرنسا وكذلك إسبانيا وإيطاليا وغيرها من البلدان. هناك اتجاهات أخرى متعلقة بهجرات المغرب نحو الدول العربية، وكذلك هجراتهم نحو الدول الأمريكية والدول الإفريقية وغيرها من ذلك. الهجرة الخارجية هي أخرى لها مجموعة من الأسباب، فهناك عدة أسباب التي تجعل المغاربة يهاجرون نحو الخارج، من بها مثلا البحث عن فرص شغل، كذلك هناك البحث عن أو تحسين الوضعية المعيشية، وكذلك هناك التحاق بالأسرة إلى غير ذلك من الأسباب. فللهجرة الخارجية كذلك هناك مجموعة من انعكاسات، من بينها هناك انعكاسات إيجابية كتحويلات المغاربة المعيم للخارج للعملة الصعبة، ثم هناك انعكاسات سلبية تتمثل في تعثر بعض المهاجرين بمجموعة من الأيام التي لا تتماشى وديننا الحنيف وكذلك مع عاداتنا وتقاليدنا. إلى هنا أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، نكون قد انتهينا من الدرس الأول المخصص لهذه الحصة، على أن نتصل بكم إلى الدرس الثاني ويتعلق بالفلاحة والصيد البحري بالمغرب. كما تعرفتم على أن المغرب هو بلد فلاحي أنعم الله عليه بمجموعة من الثروات الفلاحية، كذلك هو موطن للثروات البحرية. سنبدأ بالمحور الأول وهو الفلاحة في المغرب. فالفلاحة في المغرب كما تعلمون المغرب يتوفر على مجموعة من المنتوجات الزراعية وكذلك المنتوجات الحيوانية. إذن الزراعية تتمثل في الحبوب، هناك الفواكه، الخضر وغير ذلك. الحيوانية هناك مجموعة من الأبقار، الأغنام إلى غير ذلك. والمغرب استطاع أن يحقق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المنتوجات، برغم أنه لم يستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتوجات أخرى كالسكر والزيوت وغيرها من المنتوجات. إلا أنه ما يمكن التركيز عليه في هذا الدرس هو المعيقات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في المغرب، وهذا ما سنحاول أن نشتغل عليه من خلال الخطاطة أو الوثيقة رقم جوج، وهي عبارة عن خطاطة لأهم معوقات النشاط الفلاحي بالمغرب. فكما تعلمون أن هذه المعوقات فهي متنوعة، فهناك معوقات طبيعية وأخرى تجهيزية وتنظيمية ثم تسويقية. فعلى المستوى الطبيعي فالمغرب أو الفلاحة في المغرب تواجه مجموعة من المشاكل، من بينها نجد مثلا هناك قلة الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تتجاوز 13%، وبالتالي هناك 87% من الأراضي غير صالحة للزراعة. هناك عدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف، إضافة إلى هشاشة التربة. على مستوى التجهيز أو على مستوى التجهيزات نجد أن الفلاحة في المغرب تواجه مجموعة من المشاكل، من بينها هناك عدم كفاية هذه التجهيزات كقنوات الري كالسدود، إضافة إلى تركز هذه التجهيزات الهيدروفلاحية في الشمال الغربي للمغرب، وهذا يطرح عدة إشكاليات. كذلك هناك نوع ثالث من المعوقات ويتعلق الأمر بالمشاكل التسويقية كطغيان التسويق التقليدي
يعني الداخلي، ثم على الطلب الداخلي ومنافسة يعاني من المنافسة الأجنبية للمنتوجات الفلاحية على مستوى التصوع، كذلك أنه يقوم في بعض الأحيان بإنتاج منتوجات غير مطلوبة في السوق الوطني، وهذا يطرح عدة إشكاليات. النوع الأخير والرابع المعوقات التنظيمية تتعلق اولا بهناك ازدواجيه النظام الفلاحي بالمغرب، فكما تعلمون ان الفلاحه في المغرب تنقسم الى قسمين، هناك فلاحه تقليديه وفلاحه عصريه. الفلاحه التقليديه التي يتم من خلالها الاعتماد على مجموعه من الادوات البسيطه والتي تعطينا مردوديه متوسطه او ضعيفه، كذلك هناك فلاحه عصريه وهي تعتمد على ادوات تكنولوجيا وادوات متطوره وتكون مردوديتها جد مرتفعه. إضافة إلى ازدواجية النظام الفلاحي، هناك اختلاف البنية العقارية المغربية توفر على الأراضي متعددة، هناك أراضي الدولة، هناك أراضي الجيش، هناك أراضي الأحباس والجماعية وغير ذلك، فهذه هذا التنوع من الأراضي فهو يحول دون استثمار الأراضي الفلاحية. كذلك هناك مشكل آخر يتعلق بضيع مساحة المستغلات، فحوالي 96% من المستغلات لا تتجاوز مساحتها حوالي من 0 إلى 20 هكتار، وبالتالي لا يتم استغلالها بشكل جيد. هذه الخطط سنحاول أن نشتغل عليها انطلاقا من السؤال الذي هو بين ايدينا، اكتب موضوعا معاليا من مقدمه وعرض وخاتمه تبرز فيه اهم معوقات نشاط فلاحي بالمغرب على المستوى الطبيعي والتنظيمي مع اقتراح بعض الحلول. هدفنا من هذا النشاط سنحاول ان نقوي وندعم مهاراتكم لكتابة موضوع معالي، وتعلمون ان الموضوع المعالي فهو من اهم الانشطه او من اهم الاسئله التي تطرح في الامتحانات والتي يجب ضبطها والتعامل معها. اذا فانطلاقا من السؤال، فهناك الموضوع كما تعلمون دائما الموضوع المعالي نبدا بمقدمه، نطرح هناك اشكال تقديم عام، ثم نطرح الاشكاليات وهي عباره عن مجموعه من التساؤلات المطلوبه منا. في العرض نجيب عن الاسئله المطروحه، حتى هنا في الموضوع الذي طرحناه سنتحدث عن المعوقات التنظيميه وكذلك الطبيعيه فقط، لان هذا هو المطلوب منا. وفي السؤال الثاني سنحاول ان نقترح بعض الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هذه الصعوبات، واخيرا الخاتمه التي يمكن ان نضع فيها كاستنتاج للدرس او للموضوع، وكذلك يمكن ان نقوم بربطه ببعض الامتدادات. ننتقل الى العنصر الثاني والمرتبط بالصيد البحري، كما كذلك ان المغرب موطنا فلاحيا فيتوفر على السواحل طول السواحل التي تقدر ب 3300 كيلومتر. المغرب يتميز بتنوع منتوجاته على مستوى الصيد البحري، فهو يتوفر على السمك السطحي، السمك الابيض، الرخويات الى غير ذلك. يتم استغلال الصيد البحري إما بطرق عصرية أو بطرق تقليدية. للحديث عن أنواع الصيد البحري في المغرب، بين أيدينا وثيقة إذا تحت عنوان الصيد البحري في المغرب سنة 2001. لدينا مفتاح، هذه الوثيقة عبارة عن مبيان دائري، هناك مفتاح لون أحمر يمثل لنا الصيد الساحلي، وهناك لون أخضر صيد في أعالي البحار. هناك يعني نستنتج ان هناك نوعين من الصيد البحري. ثم هناك اذا اردنا السؤال الثاني ان نبين العلاقه بين الاسطول بانتاج الاسماك في الصيد الساحلي، لاحظوا جيدا ان الصيد الساحلي فعلى مستوى الانتاج لا ينتج الا 35% من انتاج الاسماك في المغرب، في حين ان على مستوى الاسطول او عدد السفن فهو تمثل 85%، يعني عدد المركبات فهي كبيره جدا وعلى مستوى الانتاج ضعيف جدا. اذا تحولنا الى الصيد اعلى البحار نجد هناك العكس، الانتاج الاسماك يصل الى 64% من مجموع الصيد البحري في المغرب، في حين ان نسبه الاسطول او السفن او المركبات فهي لا تتجاوز 15%. اذا العلاقه او ما يمكن تفسير هذا انه رغم
ارتفاع نسبة الأسطول إذا على مستوى الصيد الساحلي، إذا إلا أننا نجد أن نسبة الإنتاج السمك فهي ضعيفة، وهذا ناتج عن استعمال أدوات بسيطة في على مستوى الصيد، في حين أن رغم قلة الأسطول في أعالي البحار نجد أن نسبة الأسماك فهي مرتفعة جدا، تتجاوز 64% من مجموع الإنتاج السمكي في المغرب، وهذا ناتج عن أو هذا يمكن تفسير هذا بالأدوات المتطورة التي يتم استعمالها في هذا النوع من الـ. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، ننتقل بكم الآن إلى الدرس الثالث المتعلق بتنظيم المجال الصناعي في المغرب. لكي نشتغل على هذا الدرس بين أيدينا خريطة لتوزيع الصناعات في المغرب، فلكي نشتغل على الخريطة ضروري أن نتعرف على العنوان ثم هناك المفتاح لكي نجيب عن الأسئلة. فأول سؤال هو تحديد أهم المناطق الصناعية حسب رقم المعاملات. إذا تمعنا جيدا في الخريطة نجد أن الدار البيضاء الكبرى فهي تتبوأ الصدارة على مستوى المعاملات، وبالتالي هي أهم منطقة صناعية في المغرب. ثم هناك مناطق أقل أهمية من الدار البيضاء، ويتعلق الأمر ب طنجة وكذلك قنيطرة وفاس ومكناس ثم الجديدة وأسفي وغيرها من المدن. ننتقل إلى السؤال الثاني يتعلق بالتمييز بين أنواع القطاعات الصناعية. إذا عدنا إلى المفتاح الخريطة نجد أن المغرب إذن يعرف تنوع المستوى الصناعات، فهناك الصناعات الغذائية، هناك الصناعات الميكانيكية، هناك الصناعات التجهيزية والإلكترونية، ثم هناك الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية، يعني هناك تنوع على مستوى القطاعات أو البنية الصناعية في المغرب. السؤال الثالث يتعلق بوصف توزيع الجغرافي للاستعراف الصناعي. إذا لاحظنا جيدا في الخريطة نجد أن معظم الصناعات في المغرب فهي تتركز في الجهة الشمالية الغربية، وهذا ما يدفعنا إلى الإجابة عن السؤال الرابع، وهو تحديد ما هي العوامل التي جعلت معظم الصناعات تتركز في الشمال الغربي. فهناك مجموعة من العوامل، أبرزها هناك النمو الديموغرافي الذي تعرفه المنطقة، كذلك هناك وفرة اليد العاملة، هناك القرب من أوروبا، وهناك مجموعة من العوامل، حتى هناك شبكة المواصلات، يعني أن معظم المواصلات إذا تتركز في الشمال الغربي، كذلك هناك على مستوى المؤسسات البنكية وغير ذلك من العوامل. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد انتهينا من حصتنا هذه، ونشكركم على حسن المتابعة، وأدعوكم لمتابعة باقي حصص الدعم والتقوية على القنوات المعتمدة وكذلك على المواقع المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، وهي تعليم تيس ثم تلميذ تيس. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.